إذن مشاهدينا الكرام تبقى قناة سوي جنوب، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من ساحة محمد الخامس بأسفي أو ساحة طاجين كما كتشاهدوا معنا. إذا ساكنة أسفي تتجند وتتضامن مع ضحايا زلزال الحوز كما كتشاهدوا معنا، فهي الآن في يعني تقوم بجمع التبرعات والمواد الغذائية، يعني كل ما يمكنه المساعدة من أجل ضحايا زلزال الحوز، من أجل إرسالها إلى ضحايا الحوز. كما كتشاهدوا معنا على الصورة المنظر، يعني النساء يقومن بطي الملابس، كيعزلوا كل حاجة بوحدها، يعني السراويل والأقمصة وكل حاجة. إذا صراحة منظر منظر تضامني، صورة معبرة للنساء المسفيويات العبديات، يعني يقومون ب يعني رص او توضيب الألبسة كما كتشاهدوا معنا على الصورة، يعني وتحضيرها من للإرسال إلى ضحايا الزلزال بإقليم الحوز. إذن الكل يتبرع، ساكنة كاملة كتبرع، كلشي اللي عنده شي حاجة كيجيبها بما يتيسر. كما كتشاهدوا معنا الناس كتقضى من مرجان، من أسيمة، من أسواق، وكت يعني كتجيب مواد غذائية. بخير لاباس سي رشيد؟ بخير. تنديروا ناخذ عاني معك، تنديروا ناخذ معك واحد الصراحة. إذا هذه المواد الغذائية كما كتشاهدوا معنا، كل شيء متجند، كل متجند، كل شيء متجند، كل شيء تلقاه صراحة مشهد جميل، تضامن جميل. الكل متجند. إذا هذا ماشي غريب على الساكنة ديال مدينة أسفي ديال حاضرة المحيط. صراحة الحس التضامني ديالهم مع ضحايا زلزال هذه الأفرشة، فهم في الطريق إلى إقليم الحوز ضحايا الزلزال،
وانتم ما كتشاهدوا معنا. الحويجه خويا لا مونتاج شنو هما الحويج؟ لي زون لي زون النساء صراحه منظر جميل تقشعر له الابدان وكنشوفوا بحال هذه الروح التضامنيه الروح التطوعيه صراحه شيء جميل جدا جدا جدا. بهذه المناسبه كنترحموا على ارواح الضحايا. صباح بخير لاباس بخير تبارك الله. اذا كما قلنا مشاهدينا الكرام بهذه المناسبه كنترحموا على الضحايا ديال الزلزال. هنا صراحة إذا المساعدات فهي في الطريق. كتشاهدوا معنا النساء العبديات كيفاش كيقوموا بطي الملابس التوضيب ديالها والطي ديالها صراحة جميل. غتشاهدوا معنا واحد السيارة الآن واحد السيارة إذا هانتوما فالكل يعني كيقوم بجمع التبرعات بساحة محمد الخامس. من احد المتطوعين هنا قبل ما نختموا بان يعني الناس ديال هذيك المناطق الجبليه فهي الان محتاجه يعني الى وسائل التدفئه ووسائل الاناره مثل الشماع ولا كاين شي بولات يعني غوشاجابل يعني كيتشارجاو زائد الفحم فاخر لان خصها هو يعني من اجل التدفئه. اذا هذا المراكين للطبخ للتدفئه والطبخ صراحه. اذا مشاهدينا الكرام نختم هذا المباشر. دمتم في رعايه الله والى فرصه قادمه بحول الله.